أنا أحصل هنا. هذه كل الثلاثات. كل جمل جديد. هذيك التربية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. شعار جامعة الموصل. الحقيقة جامعة الموصل من أهم الجامعات وجامعة معروفة على مستوى العالم. هذا الصرح العلمي ما أصابه من ضرر من براثن داعش والتدمير الذي حصل باسم أهالي محافظة نينوى، نناشد دولة السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإسراع بإعادة إعمار هذه الجامعة باعتبارها معلم لكل أصحاب الشهادات، لكل من طلب العلم سواء من محافظة نينوى أو بقية المحافظات، لرفض الحياة بهذا كون هذه الجامعة تشمل معظم كليات الإنسانية والكليات العلمية. هذه الجامعة عنوان لمحافظة نينوى ولأهل نينوى ولكل العراقيين، كونها جامعة معروفة على مستوى العربي والعالمي. مع بداية عام الدراسة الجديد يجب أن تكون هناك مواظبة لطلبة الجامعة واهتمام الخاص لكل الخيرين من أهالي محافظة نينوى للمساهمة بإعادة إعمار هذا الصرح العلمي. من جامعة الموصل، الصرح العلمي الكبير الذي رفض الحياة العلمية في العراق وفي الشرق الأوسط بالأطباء والمهندسين والأساتذة والأدباء والتدريسيين، ها هي اليوم تعود بسواعد الأبطال إلى أحضان الوطن. جامعة الموصل لم تتوقف في هذه الفترة المظلمة من فترة داعش لاحتلالها للمدينة، بل استمرت في المواقع البديل في محافظة كركوك وفي دهوك أيضا. من هنا نناشد جميع المسؤولين في الإسراع في رفض جامعة الموصل بجميع ما تستحقه لإنجاز مسيرتهم العلمية والتقدم ومحاربة التطرف الذي أوصل المحافظة إلى ما وصلت إليه. كما نناشد الجهات المختصة بمراعاة الطلبة الذين تحرروا حديثا والذين سوف يتحررون إن شاء الله، وإيجاد حلول لهم كونهم تخلوا عن الدوام الرسمي ليس بإرادتهم بل بوجود قوات داعش الإجرامية، آملين من الجميع التكاتف، أن يتكاتفوا من أجل خدمة نينوى والعراق العظيم أجمع.